برامج دعم قطاع التعدين في هذه الفترة من 2021 إلى 2024 الذي أعده بعد دراسة عميقة لمختلف الجوانب الفنية والقانونية، والذي تقدر تكلفته المالية بأكثر من 48 مليار فرنك سيفا. فتطلق رسميا هذا الجمعة 10 سبتمبر 2021 من قبل وزير المناجم والجيولوجيا عبد الكريم محمد عبد الكريم، حيث أن البرامج يندرج ضمن الأنشطة المتعلقة بتحسين الإدارة الاقتصادية والمالية لهذا القطاع من خلال التنمية الناجعة لمختلف الموارد المعدنية مع الحفاظ على البيئة والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح باب كنوز التعدين في تشاد أمام المستثمرين وزيادة دخل البلاد من التعدين. منسق البرنامج عبد الرحمن محمد إسحاق أوضح بأن البرنامج ينشط في 11 ولاية من ولايات الوطن، وهي تبسي، قيرة، إنيدي غرب، وإنيدي شرق، ووادي فيرا، ووداي، وبركو، ولوغونا شرقي، وولايتي مايوكيبيا الشرقية والغربية، وولاية البطحاء. في خطابه لإطلاق نشاطات هذا البرنامج، وزير المناجم والجيولوجيا أكد بأن البرنامج يهدف إلى جعل قطاع التعدين ناقلا للتحول الاقتصادي من أجل التنمية المستدامة للبلاد والمساهمة في النمو الاقتصادي والتوظيف من خلال تحسين القوى العاملة لريادة الأعمال في القطاعات الواعدة في صناعة التعدين. بإطلاق نشاطات هذا البرنامج الخاص بدعم قطاع التعدين في تشاد، تكون البلاد قد خطت خطوة جد إيجابية في تنويع اقتصادها.